هلا يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم على فكي اكس دي. اليوم يا جماعة بنتكلم عن موعد انتهاء تحديث الحيوانات في اللعبة. سو هلا يا جماعة، بدي اطول عليكم. هلا التحديث جاء بثلاث ايام. سو يا جماعة هلا يعني بس يعني 4 5 6 7 4 ايام يا جماعة، والتحديث احتمال كتير كبير خلص. زي ما تعرفوا هو احتمال، يعني هو عفوا اسمه تحديث اسبوع الحيوانات. سو يا جماعة هلا اسبوع الحيوانات اسبوع واحد، هلا ما بعرف اذا راح يعني يطولوا الاسبوع يصير بدل الاسبوع اسبوعين. هلا فيك اكس دي لانه ممكن يكون الاسم غير الفعل يا جماعة، يعني مثلا تحكي اسبوع الحيوانات بس ما يكون اسبوع، يعني تطول التحديث، لانه التحديث هذا زي ما كنتم شايفين نزل فيه باقات كتير، فما اتوقع انه يعني بس اسبوع والباقات وخلاص بتروح. سو هلا يا جماعة زي ما حكيت لكم، اذا كان فيك اكس دي معتبره هذا التحديث اسبوع الحيوانات اللي زي كل سنة كان بيجي، سو التحديث راح يروح بعد 4 ايام. اما عن الباقات يا جماعة، اذا تسألوني متى حتخلص، فالباقات حاليا مو محطوط لها وقت معين، يعني احتمال كتير كبير انها تضل بيك اكس دي، احتمال في باقات تضل على طول باللعبة، واحتمال في باقات ترجع بين فترة وفترة، زي مثلا باقة الديناصورات يعني بس ترجع وقت هذا التحديث. سو بس يا جماعة، طبعا هذا كان مقطع اليوم، اتمنى عجبكم، بس اشوفكم مقطع جديد. سلام.